تستهين بربها بربها، والغش يهدي النفس للخسران. من غش لا يجني الندامة والأسى، ويقول الطوع أنامل الشيطان. يا رب فامنحنا الأمانة والرضا، يا رب وقنا مكيدة كاذب خوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس بيان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكذا حديثه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم، فنصحا للأمة وتذكيرا لها. أشان هذا المجلس مع أخي أحمد الحايس، بارك الله فيه وحفظه الله، ونحسبه ولا نزكيه على الله، من أهل الديانة والأمانة، من العاملين في قطاع الحلوى كما يسمونها الشرقية والغربية باصطلاحهم. بارك الله فيك ومرحبا بك أخ أحمد، وزادك الله من فضله، ونسأل الله أن يجعلكم دائما مع التاجر الأمين الصدوق. بارك الله فيكم. بارك الله. لا أخفى عليك ابتداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل. نعم. فيعني قد تكون هذه مشجعة لبعض إخواني بأكل الحلوى والعسل، وإن كان هذا يدخل في الأمور الجبلية أكثر من دخوله في الأمور التعبدية، لكن على أي حال ثبت وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وفي حديث أيضا كان يحب الحلوى البارد. فبارك الله فيك. لا أخفى عليك ما للطعام وحلة وطيبة من أثر في استجابة الدعاء. لا أخفى عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فنريد أن نأكل طعاما طيبا حلالا حتى تستجاب دعوتنا وحتى تتقبل دعوتنا نحن وأنت كذلك كتاجر أحيانا. فالسؤال الآن يا شيخ أحمد على مسألة الروائح الصناعية التي يسموها الأصنصات أو ما أدري ماذا يسمونها، التي تضفي على الحلوى طعما مكتسبا، وفي حقيقة الأمر الموضوع هذا يكون غير حقيقي. فهل لك أن تعلق لنا على مسألة الأصنصات هذه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة. والحلوى المضرة من الحلوى النافعة، وكيف أميز؟ طيب، خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أشكر قناة الحافظ، وأشكر فضيلتك على هذا الأمر لتبيان وما فيه خير للمسلمين. بالنسبة لمجال الحلوى، هو مجال ترفيهي، بيقال عنه أنه هو سلعة ترفيهية. سلعة ترفيهية ليست كالخبز لكن الناس تحتاج إليها أيضا. فأما عن أمر الأصنصات والغش، هو الغش شيخنا بيقع بسببين من وجهة نظري أنا، بيقع بسببين. السبب الأول ألا وهو عدم مراقبة الله عز وجل. السبب الثاني اللي هو الجهل، يعني ممكن أنا أجهل شيء معين. أجهل، لا شك، أجهل شيء معين، الشيء دوت يخليني أقع بقصد أو بدون قصد في الـ في الـ في الـ في الغش، في الغش، أو في فيما يضر بالمنتج ويضر بسمعتي أنا ويضر بالمستهلك. أما عن الأصنصات، فيما يتعلق بالأصنصات، فيما هو من الأصنصات ضار وفيما هو نافع. الأصنصات الضارة والتي تقع تحتها الغش، اللي هي أصنصات زي بديل مثلا السمنة، أنا ما ينفعش خالص أحط يعني أصنصات. مثلا أنتوا تعملوا كحك؟ بنعمل كحك. كعك. الكعك هذا ممكن يعمل بسمن بلدي
ممكن يعمل بسمن اصطناعي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فعلاً هل من الممكن عند صناعة الكعك هذا أن شخصاً ما يضع في الكعك نكهة تشعر أن السمن بلدي وهو سمن صناعي؟ ده لا يخص الكعك فعلاً يا شيخنا بس فقط، ولكن يخص أصناف كثيرة، والبتفورات وكل نعم ده. هو في أصناف كثيرة جداً، وهذا من الغش حقيقة. الأصنصات يعني موجود في أصنصات يعني توضع على العجينة تشعرني أن الكعك مصنوع بسمن بلدي وفي حقيقته مصنوع بسمن صناعي. بالفعل موجود موجود في كيف أكتشف أنا كمستهلك؟ في أصناف كثيرة بداية يا شيخنا، في أصناف كثيرة جدا، منها مثلا في المجالات في المجال الشرقي البسبوسة، الكعك، البسكويت، في حاجات زي كده بتقع فيها. ولكن يعني البسبوسة ريحتها أحيانا تكون طيبة تجذبني من الشارع كي أشتري. دي حقيقة سببوها الأصنصات وضعت عليها، دي حقيقة. ولكن في تتعرف بعض المحلات في بعض المحلات، بعض المحلات اللي هي بتبقى يعني بتبتغي الرزق السريع، ولكن الزبون عاجلا او اجلا بيعرف الموضوع، بيكتشفه مع التكرار، او لما البسبوسه او المنتج بيبات يوم او يومين، نعم بيبان النكهه دي والصنصات دي بتروح فبتغير يعني الطعم. بس لن اكتشفها الا بعد يوم من شراء. لا ما هو لا ده عليه عامل مهم يا شيخنا، ان هو السمعه والسيره بتتعرف في مجال الحلويات بالمداول او بالتجربه. يعني الاصنصات المختصه باللون والنكهه ممكن تزول بعد يوم او يومين؟ بالطعم. في اصنصات ثانيه يا شيخنا بتتحط عشان خاطر دي لا تضر بالمنتج ولكن هي ضروريه، زي مثلا بنعمل اصناف بالبيض فبيحصل فيها زفاره، فبيحط الاصنصات دي مش سمنه بلد خالص، ولكن بيحط مثلا اصنصات ريحه برتقان او حاجه عشان يكسر رائحه البيض، رائحه الزفاره. يكسر رائحه. مش كل طبعا الاصنصات عشان خاطر يعني مش معممه، مثلا كيكات او بالفعل او مثلا ما هو يتعلق بال ما هو يتعلق بالبيض فالريحه عشان تذهب بتضع مزيل للرائحة. مش كل الاصناف اللي بتتعمل بالبيض، مش كل الاصناف لان في اصناف بتحتاج كميات بيض قليله، فمش بالضروري ان احط الاصنصات، ولكن في اصناف تانية زي بلح الشام مثلا بيتحط له البيض بنسبه كبيره، فلو ما حطلوش الاصنص ده الاصنص اللي هو لا يضر وليس فيه اعلى ما يعني حسب طبعا الاصنصات دي بتضر بالنسبه لها نسبه ولا هي هي, نسبة. هي 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 اللي اللي اللي, اللي يتكلم على شيخنا في عمليه الضرر من عدمها مش انا ولكن المتخصص. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وزاره الصحه مثلا او ما هو درس الاصنصات وتكوينها وضررها على الشخص. انت اللي تضع، انت بتضع الكميه. انا لا اضعها خالص، ولكن انا اضع النسبه اللي هي او للمنتج اللي هو الضروري المتعارف فيه مثلا في وزاره الصحه اللي ما لهوش مخالفه. يعني وانا قلت لحضرتك ان هو الجهل بالضرر هو ممكن يعني انا نفسي في مشاكل. يعني انا لازم ما دام تقدمت الامر عمل شيء عشان اتقنه استعين بالله عز وجل الاول، ثم الجا لاهل الايه الذكر يدلوني فيما ينفع وما يضر، حفاظا على ديني في بدايه، وحفاظا على اسمي لان انا عاوز اعمل اسم وعايز اتكسب من خلال هذا الاسم. مولد سمسميه وحمصيه وكده؟ لا هذا لان انا الامر دوت انا يعني سالت فيه ففيه مخالفات او شبهه فانا لا اقصد من ناحيه البدع غير البدع يعني. لا انا يعني انت بعيد عن السمسميه والحمصيه. لكن هل في غش ايضا؟ كتير جدا المجال بتاع شيخنا بتاع الحلويات بالذات بتاعت المولد. أيه. الغش فيها كبير جدا. حلوه المولد ازاي؟ لان ديت بتسمى الحلوه الايه الحلوه الجافه او الحلوه الناشفه. ايه ليه؟ الحمصيه والسمسميه والسودانيه. الحلويات اللي هي الناشفه دايما يا شيخنا بيحصل فيها غش بنسبه كبيره جدا. الغش فيها اكثر. ازاي يعني بيقع فيها غش ازاي؟ وفي غش تاني في المجالات الحلويات الشرقي والغربي لو تأذن نرجعها ونرجع للحلويات. ازاي؟ انا مثلا بعمل الجاتو او الترط بعملها بفستق. نعم. ان اي حد تاني يعملها بجوز الهند او بالسوداني لا ضير، خلاص انت عملتها بالسوداني مفيش مشكله، انما هو يجيب السوداني او جوز الهند ويلونهم بلون اخضر، يوحي السوداني باللون الاخضر يوحي للايه للزبون انه فستق. ايوه فديت من علامات الغش السوداني في اصله. دي من علامات الغش الظاهره، ولكن في علامات غش تانية بتبقى من الحلوانيه في يعني المصنع. فعلا احيانا نجد حلوى فيها شيء اخضر خضار زايد يعني وكذلك سوداني مسبوق وكذلك الكريز. حضرتك بيبقى فيه كريز احمر كده بيتحط يدي طعم ويتذوق بعض الاصناف. بحد بيجيب برضه جيلي
بيبقى رخيص احمر وبرضه بيقطعه يحطه على انه كريز، فده من الغش اللي هو بيتلبس على انما في انا بحط سوداني خلاص انا بعمل المنتج بتاعي ببندق او فستق ما بغشكش، واحد تاني بيعمله بسوداني ما بيغشش برضه، انما تلون على انه فستق فهذا لا شك ان هو في انواع من الغش تانية يا شيخنا ما بتظهرش للايه للمشتري بتحصل في عندنا في المنبع في المصانع، كانه مثلا يستخدم مياه عكره او مياه فيها مشاكل او دي برضو من ضمن المشاكل الحاجات دي مش هنعرف يعني اقصد مش هيكسب من وراها كتير دي. لا مش هيكسب من وراها بس ده من انواع لعلها تندرج تحت نرجع لموضوع الحراره الجافه او حراره المولد، الغش بيقع فيها ليه نسبه الغش فيها بتبقى كبيره؟ اولا لانها بتتحمل مدة زمنية فممكن يخزنوها بخلاف الشرق والغرب ما بتخزنش، لازم المنتج يوم بيوم واللي هو بيحافظ على عاوز يتقي الله عز وجل وأراد ذلك وأراد أن يتكسب من خلال تقوى الله عز وجل، وأرجو من الله عز وجل أن يجعلني والمسلمين والسامعين منهم رب العالمين، ما بيحاولش أن هو يخزن البضاعة، إنما الحلويات الجافة والحلويات الناشفة ديت بتتخزن من السنة للسنة فبيتعرض لإيه؟ لبعض التلف. لو تعرضت لبعض التلف هو ممكن يخش فرمها تاني، ما هو ده حلاوة المولد اصلا، قصة كلها قصة مكن وبخش فرمها وما بتبانش الحلاوة الجافة يعني دايما التي بقى لها سنة ممكن يفرمها ودخلها بيدخلها مخازن يا شيخنا لا شك، ده قولا يعني بفضل الله عز وجل قولا فعلا احنا في هذا المنبع فعارفين القصة دي كيفة بيخش يا شيخنا مثلا بيخلص المولد لا شك ولا يخفى على كثير من الناس ان الامر بعد ما بيخلص الموسم بتتبقى عند كثير من الناس حلاوة ايه المولد حضرتك الناس كتيره بيشوفوا او عامه الناس بيشوفوا ان هو بيتبقى فبتسترد تاني هذه الحلوى وبتتعان في مخازن او ثلاجات وتيجي في السنه اللي جايه تتفرم مع ويدخلوها في بعض الاصناف اللي هي ما بتبقاش باينه قوي، يعني انه في اصناف بتبقى باينه واصناف ما بتبانش بتعمل منها ايه بتعمل منها تشكيله او مشكلات او حاجات زي كده بتخش فيها الا لم يتقي الله عز وجل هذا التاجر طبعا انا ما زلت اسال نفس السؤال يا شيخ احمد الله يحفظك، القطوات انتم تصنعوها يوم بيوم او كل يومين، طيب افرض لم تباع ماذا تصنع فترموها؟ الجاتو بالذات او الترت عندي انا او عند اي حد بيحاول يعني هو يعمل حتى لو هو لان في ناس لا تنظر الى امور الدين، لا افترض يعني الجاتو صنعته كمية ولم تبع ماذا تصنع فيها؟ مش انت يعني انت رجل امين اي مكان الجاتو يا شيخنا والترت مش باليوم بعدد الساعات في الصيف وفي الشتاء، يعني في الصيف لابد ان انا بشغل المصنع او الورش عندي بشغلها بالليل عشان تطلع الجاتوه يطلع الجاتوه الصبح، واعمل ساعة معينة او وقت معين ان انا بعمل فيه خطة كده ان انا اخلص الطلبية بتاعتي في المحلات مثلا الساعة 9 اقصى تقدير ليها الساعة 12، بعد 12 ارجع الجاتوه خلاص ما ينفعش. ماذا تصنعون به؟ خلاص بيتعدم. بيتعدم ازاي؟ مش بيتعدم يا شيخنا بقى بيترمي، لا بيرجع عندنا بيتعدم بيتحط في شكاير او ما شابه، بتيجي بقى الناس اللي هم بيعملوه علاف. أيوة. علاف للحيوانات عزك الله عز وجل بيعمل. طب دي ما تخسرش خسائر كبيره؟ لا واحنا بنعمل دراسه يا شيخنا، يعني لو تعرضت البضاعه. طب الذي يحب ان يغش في هذا الباب له مكان؟ لا 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 ليس له مجال كبير، لا لا ليس له مجال كبير الا ان هو يعرض نفسه واسمه للخطر. ليه؟ لان احنا لو تركت انت البضاعه انت هتطلعها وقت معين لغايه الساعه 8 9 ما ينفعش ان انت تبيعها بعد كده، ولو كانت في الثلاجه ولو ما بتحصل ايه بتنشف يعني جودتها بتقل. اما اخذ جاتو في البيت انا عندي لمده كام لو هتاخده في نفس اليوم يبقى انا ثاني يوم شايف يعني احيانا انا ابطئ في اكله، يعني ايه المده المسموحه لي بالجاتو في الثلاجه في بيتي؟ نفس اليوم يتاكل في نفس اليوم. نفس اليوم يا شيخنا تاكد تماما ان ثاني يوم هتلاقي جودتها قلت كتير جدا، وانا واحد من الناس او جميع الحلوانيه ما يقدرش يجازف باسمه ومخاطر، اصل هي العمليه يا شيخنا ان 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 اللي مش هتعرف دلوقتي هتعرف كمان شويه، واللي مش هتعرف كمان شويه هتعرف بكره، هو الزبون اصلا الزبائن عابروا سبيل يعني اشتري منك مره مش راجع. ولذلك احنا ربطنا في بدايه الكلام يا شيخنا هذا الامر بتقوى الله عز وجل، ولا سيما لا يخفى على حضرتك ان هو ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ايه صور الغش الثانيه؟ يعني السمن البلدي توضع منها كانها سمن اصطناعي وتوضع نسبه اسانسات لتغييره. الفول السوداني يصبغ باللون الاخضر حتى يهيئ للناس انه فستق، مش كده؟ في ايه ثاني يعني؟
ممكن بعض الاصناف يا شيخنا بتبقى يعني في حد بيبقى الكلام ده يا شيخنا عشان خاطر برضو لا اخفى عليك انا مش عارفه بنسبه كبيره ولكن انا سالت فيه برضو انا عارف موضوع الحلقه فسالت فيه بعض الناس هل في انواع من الغش نقدر نفيد المسلمين بيها ان بعض الحلقات نحذر المسلمين منها نحذر المسلمين منها في بعض الحلقات لو حد عنده يعني مش خايف بقى لو هو في مراقبه لله عز وجل ولا حتى بيفكر في المستقبل في اسمه وحاجه زي كده بترجع المنتجات قطع من البسبوسه او قطع من باقي الاصناف اللي عنده وبيخلطها بيحطها في مضرب ويطلعها منتج تاني يسميه منتج جديد مع ان هو مش العمليه مش في عمليه منتج جديد العمليه ان هو بدل ما بيرمي الحلويات ديت خلاص بقت عنده ونشفت فبيحطها في مضرب يضربها كلها مع بعضها ويحط عليها عسل ويوحي للزبون ان ده منتج جديد بيتعرف ازاي بقى بتعرف من اهل الذكرى او اهل الخبره او في فعلا زباين بتعرف الحاجات دي يعني في زباين حتى بتعرف الاصنصات يا شيخنا يعني الاصنصات ممكن ما تتعرفش حضرتك قلتلي ان هي من خلال اليوم لو اتاكلت اول يوم مش هتبان غير لما تبات بس في زباين اللي هي يعني بيقولوا عليها في المجال بتاعنا ان هم كيفه حلويات فبيعرفوا الموضوع ده يعني فده يا شيخ احمد صور الغش اللي ممكن تفيدنا انا ممكن احضر المسلمين من امر ان هم يحاولوا ان هم يتحروا او بيبقى ليهم محلات معينه بيتعاملوا معاها ودي انا اظنها من وجهه نظر انها افضل طريقه يعني انت بتحاول بتشوف التعامل مع الامناء لا شك يا شيخنا لا يعني في سلع في المجال التجاري الذي تعملون فيه أنت تحذر المسلمين منها أو تنبه على تنبيهات نراعيها فيها أثناء الشراء هو عامة يا شيخنا المهنة بتاعتنا مهنة حساسة شوية بيبان فيها أي مشاكل بتبان فيها بسرعة ولكن في بالنسبة للحلويات اللي هي المغلفة المحلات المغلفة أن أنت تتأكد من تاريخ الصلاحية يعني ديت برضو من ضمن الحاجات ودي لا تغش لا تغش ممكن تغش ولكن يعني مش في مكان بيمسح ده غايد يا شيخنا جهدي انا كسبون ده غايد جهدي نعم انما في جهات تانية مسؤولة بتراقب لا لا شك ولكن انا غايد جهدي لو انا بتحرى حتى لا اقع في الضرر واقع اولادي في الضرر ان انا اتابع في الحلويات اللي هي المغلفه لان ده طبعا الحلويات المغلف وراي تاريخ الانتاج تاريخ الانتاج طبعا لا شك ان انت بت 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 تشتري من حد امين من محلات ذو سمعه طيبه باذن الله عز وجل فده طبعا ده اولى طرق انا ذهبت الى بعض المخابز في بعض منافذ البيع لمخابز شهيره لخبز وأشياء اللي يسموها تصبيرة باللغة السعودية فقالوا إن المتبقي بيؤخذ ويعجن مرة ثانية ويصنع أشياء أخرى في هذا موجود في يعني شغنا فعلا أنا جالي شيف في مرة طباخ أحسن من شيف ماشي هو يعني في مجالنا بيقولوا طباخ أو شيف مرة جالنا وكان بيشتغل في دولة عربية ده على ذكر اسمها وبعدين قال لي المنتجات اللي هي بترجع احنا ممكن نعيد وده اللي انا ذكرته حضرتك ان احنا نعيد تصنيعها من تاني بمسمى اخر في مجال الحلويات وانا بفضل الله عز وجل يعني جربت انا فعلا الموضوع دوت على اعتبار ان ده من باب الاصلاح المنتجات دي بتتصلح وما وقعش عليها ضرر ولكن لقيتها مش ما تناسبش انا بتطلع لطموح افضل وبتطلع ان انا اقدم جوده اتقي الله عز وجل في المسلمين واتقي الله عز وجل في الاسم اللي هو احنا كلنا بنرزق منه والمجموعه بتاعتنا كلها بترزق منه فاثرت ان انا تستعملوا زيوت في اعمالكم طبعا زيوت لمده صلاحيه ولا لا طبعا بتيجي وزاره الصحه بتيجي تتابع معانا يعني وغير وزاره الصحه انا قلت لحضرتك يا شيخنا ان احنا وكمان انا اتكلمت مع حد في الموضوع ده قلت له يعني العمليه مش عمليه ان انت عايز تتكسب فعلا تكسب رزق فعلا حلالا طيبا كثيرا اتقي الله عز وجل ومجربه يعني انا بناشد التجار دي مجربه يا شيخنا فعلا مجربه ان انا اترك الامر اللي فيه مخالفه وانا متاكد يقينا ان الله عز وجل يرزق وانا شيخنا اصلا هل احيانا تستعمل فول سوداني منتهي الصلاحيه أو فستق منتهى الصلاحية أو لوز منتهى الصلاحية لا خالص بفضل الله تبارك وتعالى ليس عندكم أقصد في هذا المجال لا شك يا شيخنا ده أمر لا يخفى على أحد وكمان يا شيخنا أنا عايز أقول لحضرتك إن ده كمان بيحصل في البيوت يعني هي العملية كمان مش متوقفة على الإيه
على البائع. لا ده في يحصل في البيوت، انت بتبقى عند حضرتك اسره يعني على قدها ولا حاجه، وهو ممكن يتباع ويتباع بسعر اقل والناس بتاخده بسبب الفقر. هل عندك نصيحه ختاميه تختم بها هذا المجلس للمسلمين؟ ان يتقوا الله عز وجل. اقصد في مجالكم التجاري. يعني انا كل تقريبا معلوماتي اللي انا اعرفها تقريبا قدمتها. نسال الله ان يبارك فيك وان يجعلك دائما مرارة خير للاسلام والمسلمين. احسن الله اليك. وان يرزقكم رزقا حلالا طيبا، تكونوا دائما عاملين بحديث النبي عليه الصلاه والسلام ان نصح وبينا بورك لهما في بيعهما. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الأمانة للأمين سجية، سجية يسمو بها بمراتب الإيمان، يحظى بها حب الخلائق كلها، ويناله ذا الأهل والجيران. أما الخيانة تستهين ربها، والغش يهدي النفس للخسران. من غش لا يجمع.